خلينا نروح للاستاذ احمد اساله ايه الجديد بقى على مستوى الترتيب، وحضرتك بتقول ان في سيستم مختلف خالص عملته السنه دي. احنا في الفاصل دكتوره وصفت لك حاجه حصلت السنه اللي فاتت كانت مزعجه جدا. ان المهرجان لغايه السنه اللي فاتت كان بيعمل بالطريقه التقليديه، انك في كارنيه عليه صورتك واسمك بيدخلك الافلام، في تذاكر بتتباع بسعر موحد تدخل بيه اي فيلم. فكان في فيلم مصري بيعرض في المسابقه زي ما في فيلم مصري بيتعرض دلوقتي في المهرجان، فيلم يوم للستات. كان في جوه المسرح 1000 واحد وبره المسرح 2000 واحد، كلهم معاهم كارنيهات وتذاكر تسمح لهم قانونا بدخول المسرح. فكان طبيعه الامر ان في تدافع وخناقات وباب الاوبرا اتكسر وما تقدرش تلومهم، لان انت الكارنيه اللي معاه او التذكره اللي معاه تسمح له بدخول الفيلم ده فعلا. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا حاولنا نسال كده اداره المهرجان، يعني الموظفين في المهرجان، قالوا لنا المهرجان القاهره السنه اللي فاتت دخلوا كام واحد، في كام ادميشن، في كام واحد دخل الصال، في كام واحد دخلوا بتذاكر مدفوعه، في كام واحد دخلوا بتذاكر ما فيش اي وسيله ولا مفيش داتا خالص. وبعدين حتى ما ينفعش تعمل افريج، لان في افلام بتبقى كومبلي، في افلام بتبقى فاضيه حسب نوع الفيلم واهميته وتاريخه. فاحنا تعاوننا مع موقع رائد في مصر، موقع الكتروني اللي هو cinema.com، اللي هو اول موقع يدخل في مصر الحجز الالكتروني اللي هو تحجز اونلاين. انت عايز تروح السينما بتدخل تحجز تذكرتك وتحدد كرسي. واشتغلنا على منظومه الكترونيه كامله. انا معايا شويه نماذج. مبدئيا المهرجان طلع السنه دي اكتر من 3600 كارنيه ما بين 450 صحفي، 250 ل 300 ضيف اجنبي جايين، اكتر من 1600 طالب وزيهم او اقل منهم شويه من النقابات الفنيه والجمعيات السينمائيه. كل كارنيه منهم زي ما حضرتك شايف، مش عارف الكاميرا تجيبه، كل كارنيه عليه من هنا مثلا باركود، نوع الكارنيه، بريس ستودنت، طالب او صحفي او كذا، الاسم، وتحت في باركود. الباركود ده شخصي ومخصص لحامل الكارنيه، وحامل الكارنيه ده طبقا لفئته مسموح له امتيازات مكتوبه بالعربي وبالانجليزي على ظهر الكارنيه. هي. انت فيلم الكارنيه ده، انت صحفي من حقك تشوف 3 افلام مجانا في اليوم، انت طالب بتشوف فيلمين حسب التوافر الكراسي. الكارنيه ده ما بيدخلكش الفيلم، الكارنيه ده بيخليك تروح على شباك تذاكر معمول في الاوبرا ضخم جدا، فيه 6 شبابيك شغال من 10 صباحا ل 10 مساء. بتقول له والله انا معايا الكارنيه ده، بيعمل له سكان ويديك تذكره زي دي. تختار الفيلم بتاعك، تذكره الفيلم بتاعك، التذكره مكتوب عليها مكان اوبرا مين هول، مكتوب عليها التاريخ، الساعه، تاريخ الخميس 17 نوفمبر 9:30 مساء، فيلم يوم للستات، في ساحه في الصاله، الكرسي رقم L25. فبالتالي احنا النهارده جايين، احنا لو في سنه فاتت كان مستحيل نكون موجودين معاك النهارده، لان عندنا عرض فيلم مصري، يعني كارثه امنيه وتنظيميه كل حاجه. احنا النهارده التذكره دي طالعه الساعه 2 الظهر و30 دقيقه او 17 ثانيه، دي اخر تذكره من الفيلم. اخر تذكره الفيلم كومبلي من 2:30 الظهر وخلاص. في 1080 واحد معاهم 1080 تذكره هيدخلوا المسرح. 1079 بقى، 1079 عشان اخدت دي، عشان دي هيزعلوا بسببها. في نفس الوقت احنا عارفين ان عندنا ضيوف، عندنا نجوم حابين يحضروا. النجوم والضيوف ممكن ما يكونوش طلعوا كارنيه لان هم ما سجلوش على الموقع. عملنا دي كمان دعوه شكلها ظريف جدا زي الدعوات القديمه اللي كانت بتدخلوا اي حاجه، بس مش هتدخلوا اي حاجه لانه برده عليها باركود، ما بتستخدمش غير مره واحده، هيروح بيها للشباك هيسحب ده ويديله الفيلم اللي هو عايز يتفرج عليه. ممتاز. كمان في موبايل ابلكيشن، اللي كان عايز يعرف معلومات عن مهرجان القاهره زمان كان لازم يروح يقف في الطابور في المركز الصحفي يدور على النشرات اللي هي لسه موجوده معاك. لكن احنا دلوقتي بنتعامل مع جمهور مختلف، جمهورنا الشباب اللي يحب يتفرج على السينما، اللي بيتابع بيعرف منين، من على الانترنت، من على التليفون. تمام. في تحديث لصفحات الفيسبوك، تويتر، انستغرام، كل الصفحات. وفي ده موبايل ابلكيشن فيه كل معلومات عن المهرجان. ارفعوا بس فوق، ايوه بس. بيحدث يوميا بكل، يعني اول خبر فوق هو فعاليات اليوم الثاني اللي احنا فيه، كل اللي حصل النهارده موجود، والقائمه اللي على الجنب فيها اللائحه، النشره اليوميه، من نحن، اقسام المهرجان، العروض، كل تفاصيل اللي ممكن. ومن ضمن هنا من الابلكيشن ده ينفع الواحد من البيت يحجز التذكره اللي هو عايزها ويختار المكان، الفيلم والصاله والمكان، ويحدد الكرسي ويدفع اما بالكريدت كارد او بالخدمات الدفع اللي في الاكشاك والمحلات. مظبوط. ده مطبق من اول يوم. امبارح طبيعه الحال زي ما الدكتوره قالت كان في بعض المقاومه، في ناس شايفين ان ده متعب قوي، انا ليه انا معايا كارنيه كنت بدخل بيه،
فكان كل دورنا ان هو دايما السيستم يضايق الناس. شرحنا لهم ووقفنا معاهم طول اليوم، اي حد عنده مشكله بيحلها. امبارح كان في مثلا، لو قلنا امبارح كان في 20 مشكله، النهارده بقوا 5، وانا ان شاء الله اعتقد ان بكره هيكونوا اقل.